بص يا معلم، خليني اوريك ازاي تقضي يومين في الرياض. وصلت المملكة العربية السعودية، اكبر دولة في الشرق الاوسط وتحديدا في الرياض. وصلت عاصمة المملكة العربية السعودية. وانا بحجز تذكرتي من اسيا لمصر على خطوط السعودية، لقيت ان السعودية عاملة تأشيرة اسمها تأشيرة مرور، توصل لاربع ايام وبتطلع في ثلاث دقايق بس. ابتديت الرحلة من جزيرة سريلانكا لكوالالمبور، وحجزت تذكرتي لمصر على خطوط السعودية مرورا بجدة. المرة دي جربت درجة البيزنس لأن الرحلة 9 ساعات. نزلت الرياض ورحت فندق مونسر. اليوم الأول في الرياض زرت السعودية الأولى، منطقة اسمها درعية، المنطقة اللي ابتدت منها السعودية حرفيا. جددوها بطريقة جميلة، بتيجي العائلات والأصحاب يستمتعوا بالجو والمطاعم والخضر. عجبني الاختلاط مع أهل البلد وأنهم مدودين جدا. أنفع الدرعية طبعا هو مكان تراثي ومشهور، طبعا كان السعودية الأولى من مئات السنين. عديت كمان على منطقة شبابية بيعملوا عرض رياضي مبهر، وطول الوقت السعوديين بيضيفوه. بعدها زرت منطقة اسمها ليالي درعية، من أكتر الأماكن اللي عجبتني في الرياض، فن في الإضاءة جميل. لو سهلة يا هلا ومرحبا، حياكم الله، نورتونا وشرفتونا. مكان أبشر طلعهم حبيب، الله يبشرك. هذه المبخرة جزء من البيت، تدخل تطيب وبعد كده يدخلون على المجلس، فيعتبر نوع من أنواع كرم. وتقدر تجرب الأكل الشعبي. جربت حاجة اسمها الجريش، ده حبوب قمح مطحون، والسليج اللي هو رز أبيض مع مرق الدجاج، والمراسيع وشاي كرك وحنيني ومحلة، دي وجبات شتوية من التمر. وأخيرا كبيبة ورق عنب، ودي كانت المفضلة ليا. زرت كمان متحف قصر المصمك، بتقدر تفهم منه قصة السعودية والرياض من البداية، وفيها ملابس وأسلحة للحروب والمقاومات اللي دارت، وسوق جنبه على طول في الشماع والعقال للبس الشعبي السعودي. ونهاية اليوم في مكان جديد في الرياض اسمه رملة ترازا. اليوم التاني انطلقت لواحد من أمتع الأماكن في الرياض اسمه بوليفارد وورلد، مكان مجمعين فيه دول مختلفة بيفرجك على ثقافتهم وأكلهم، وكل دولة تخشها التصميم والموسيقى والروح بتعرفك على الدولة أكتر. وزرنا أسبانيا وأمريكا والصين والمغرب واليونان وفرنسا واليابان، التصاميم في قمة الجمال والناس روحهم حلوة. تقدر كمان تاخد التلفريك وتروح مكان اسمه بوليفارد سيتي، شبه التايم سكوير، وفي عروض ومطاعم جميله. الاكل جودته عاليه سواء في المطاعم الفخمه او حتى في المطاعم الشعبيه. ودول كانوا يومين في الرياض. ان شاء الله الفيديوهات الجايه هنشوف اكتر من الدول العربيه. نشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام. الناس بتصورني ليه وانا فعلا شكلي غريب قوي ولا